السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة سالوسا. اليوم سوف نتعلم في حلقة 15 من سلسلة تعلم نظام لينكس طريقة تنزيل برنامج GUIW. هذا هو البرنامج وهذه الجرافيك يوزر انترفيس أو GUI. الآن سوف نقوم بتنزيل البرنامج كالمعتاد عن طريق التيرمينال أو كوماند لاين انترفيس. أولا نقوم بالبحث عن حزمة البرنامج باستخدام apt-cache-gufw، هذا اسم البرنامج. كما تشاهدون هذه هي حزمة البرنامج graphical user interface for ufw. هذا البرنامج طبعا فايروول يعتبر. نقوم بالدخول الى الروت لكي لا نكتب السودة مرة اخرى، ونصحكم بعد الحلقة ان تقوموا بتنزيله ثم حذف البرنامج ثم من تنزيله بانفسكم لكي يصبح لديكم ممارسة اكثر حول البرنامج وتتعلمون اكثر حول استخدام التيرمينال. الان يقوم بتثبيت البرنامج، ننتظر قليلا الى ان يتم عملية تنزيل البرنامج. هنا بعد ان تم عملية تنزيل البرنامج نقوم في البحث عن البرنامج باستخدام لوكيت GUIW اسم البرنامج. كما تشاهدون هنا لم يتم عرض حزمة البرنامج. نقوم اولا بعمل كلير. هنا لتحديث اللوكيت نقوم باستخدام هذا المواصفات. هنا how to update Linux lookit cache. لتحديث اللوكيت نقوم باستخدام هذا الامر. بالنسبة الى اسفل sudo نحن بالفعل في الروت، لا حاجة الى sudo، فقط نقوم بكتابة update database db. نقوم بالدخول الى الروت وثم update هنا وثم نقر على enter. الان يقوم بتحديث حزم الحزم داتابيس القاعدة البيانات لينكس، وننتقل الى الحزم الجديدة المتواجدة. نستطيع من الدخول الى البرنامج والعثور عليه عبر قائمة application، وهنا فقط نقوم بكتابة اسم البرنامج GW. كما تشاهدون هذا هو البرنامج، او نقوم بكتابة الفاير. كما تشاهدون هذا هو البرنامج. هنا بعد ان تم عملية التنزيل نقوم بعمل لوكيت GUIW. هنا كما تشاهدون هذه هي حزمة البرنامج وهذه هي حزمة البرنامج DEP. لنقوم بالعثور عليه اكثر وضوحا نستخدم لوكيت GUIW. اولا install.dep للباكج DEP. هنا كما تشاهدون هذه هي الحزم. نقوم بالذهاب الى هذا المسار فار وثم كاش وثم APTV وثم ارشيف وثم هنا هذا هو اسم الحزم. نقوم بعملها كوبي وثم من كتابة اولا cd. اولا بالذهاب الى الروت نقوم بكتابة cd وثم المسار fast وثم ايضا نقوم بعمل cp للكوبي. هذه هي الحزمة. الآن DEP نقوم بعملها copy وثم من باص وثم نقوم بإدخال المسار form حين نقلها إلى الديسكتوب. الآن CP cannot cache document. هنا قمنا بكتابة الرسم خطأ، تكررت العيد لدينا إلى الديسكتوب وثم إنتر. الآن قمنا بنقل الحزمة ثم نقوم بإغلاق التيرمينال. ثم تشاهدون هذه الحزمة. لماذا تطر عملية القفل عليها أو القفل؟ لأن قمنا بنقلها بشكل الروت ونحن الروت. هنا نقوم بعملها بالدخول إلى الحزمة ثم يوزر وثم شير وثم أبليكيشن وثم هذه هي الحزمة. كما تشاهد هذا هو البرنامج، قمنا بتثبيته والبحث عليه عن طريق الـ CMD أو Command Line Interface. وبالرغم البرنامج متواجد هنا في الأبليكيشن نقوم بكتابة الاسم. هذا هو البرنامج كما تشاهدون، نفس العلامة ونفس كل شيء ونفس الاسم. ومع السلامة، نتمنى كان الفيديو مفيد لكم. وتأخرنا 6 دقائق، نعتذر إن كان طويل وممل الفيديو أيضا. ومع السلامة، نلقاكم في الحلقة الجديدة إن شاء الله.